بقى بتاع السرير ده بتعمل ازاي؟ طيب دلوقتي هنبتدي اللي هي بالايه، بالزيتون، او الاسئله اللي هي بتاعت الاساينمنت بتاعت المره اللي فاتت. في كام زيتونه كده كنت سالته جمعه، قلت له نبتدي بالزيتونه، فقال لك ماشي. اللي هي الاساينمنت اللي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي هي كانت سرير، واللي هي كانت مجموعه مخدات اللي هي على السرير برضك، وكان في كمان اللي هي ده شغل عادي خالص، شغل سناب، شغلكم رائع وحلو قوي ورقيه بصراحه يعني، كلكم فردا فرد يعني، ما عدا اللي هي ايه الحاجات اللي هي ما اتعملتش دي، اللي احنا لسه ما خدناهاش، او دي الزيتون اللي انا لسه هقوله ده، اللي هي ايه مثلا زي شغل المخده دي. طب انا هعمل مخده ازاي تبقى مخده مخده؟ لو انا جيت هنا اهو كده شايفيني صح؟ شايفين. طيب فهاجي اروح جاي هنا اهو، عامل من الاوبجكتس الموجوده، هروح اعمل هنا اهو شامفر بوكس. ماشي شكرا. الشامفر بوكس اللي انت جيت عملته ده ارتفاعه قد ايه؟ لازم طبعا تكوني عارفه ميسون المقاسات، عشان لما تيجي تدي الايفكت تديه هنا على مقاسات انت معلومه بالنسبه لك. طب تمام، هو المخده 40 سم 60 سم او حتى العكس او اي مقاسات، بس المهم ان انت تكوني عندك معلوميه بمقاس. طب تمام. طب السيجمنتس، وهي دي بقى المهم. طبعا الارتفاع ممكن اروح اخليه مثلا هنا 2 او 1 يعني. حاجه رفيعه جدا يعني. طب انت عندك هنا الفلت، تمام، ممكن نخلي الفلت مثلا هنا 3 مثلا. ممكن اروح ازود سيجمنتس بقى طبعا، ودي اهم حاجه في الايفكت اللي هو بتاع المخده، ان هو يديك شكل المخده بالظبط اهي. ثم انت في عندك هنا حاجه اسمها هايت سيجمنتس، هخليها برضك 2 او 3. الهايت سيجمنتس اللي هي دي، وعندك الفلت سيجمنتس اللي هي اللفه اللي على الاطراف. ماشي خليها 3. ايه هي بقى، او ايه هو الايفكت اللي بيعمل لك الكلام ده؟ الايفكت يا جماعه واحد ما بين امر اللي هو الكلوز اللي هو اسم الامر، اللي هو بيعمل لي ملايه، او بيعمل لي اسدال اوبجكت على اوبجكت، او بيعمل لي حتى المخده. ايه هي الستبس؟ طيب لو انا جيت يا جماعه هنا كده من موديفاي، وانا ماسك الاوبجكت ومحقق له الشرط الاولاني ان هو يكون فيه سيجمنتس، ماشي. خلي بالكم مش هيحصل اي ايفكت الا لما يكون في عندك الايه؟ السيجمنتس موجود. هاجي هنا كده وهاجي اجيب اللي هو ارم كلوز ارم. هتشايفه؟ تمام. اول حاجه تيجي تقول له هنا اوبجكت بروبرتيز، ده اللي هو بيعمل ايه يا رقيه؟ يعني ده اللي هو بيدي الخصائص بتاعت كل كتله انت ماسكاها. ايوه مش فاهمه. انت عندك ده اوبجكت اهو اللي هو بوكس، ماله؟ بيدي يا رقيه دي؟ يا سلمى؟ الله، خامته ايه؟ ايه ده في عندي خامات كمان، تعالى ناخد قطن. طب بعد ما خدت القطن هتيجي تقول له ان البريشر او قوه الضغط اللي هتنفخ المخده هنقول له 30. عملت اكتر من كده؟ لا. جيت هنا في الشامبر الشامفر بوكس قلت له كلوز، خامته قطن، بريشر 30. اوكي خلاص. بس خدي بالك لو انت اشتغلتي على كده المخده دي هتطير. فبس اخر زتونه ان في من تحت حاجه اسمها جرافيتي اهي، هتروح تخلي القيمه اللي فيها زيرو. طب ثم مش هتعملي اكتر ان انت تدوسي على كلمه سيميليت لوكال عشان المخده تنفخ. هتشوف حاجه؟ خلصتي شكل الايفكت اللي هو بتاع المخده، دوسي على سيميليت لوكال كده اقفليها، خلاص انت خلصتي شكل الايفكت. وتاخديها كذا كاوبجكت، هي مش هتتغير في حاجه، تاخديها بقى كوبي تحطيها الناحيه الثانيه، تاخدي مخدتين يعني على حسب الشكل اللي انت المتاح بالنسبه لك. حد معايا ولا فين؟ تمام يا دكتور. وصلت؟ مين يحب اقولها تاني؟ دكتور ممكن اسال سؤال؟ قولي يا فندم. انا امبارح برضو لما جيت يعني انا شفت توتوريال يوتيوب وحاولت اعمل المخده دي، اولا طلعت معايا مش النفخه اللي طلعت هنا، مع اني مشيت على نفس الستبس دي ان انا اني نفخه تعجبك. هو انا كنت عايزه بحاول اطلع نفس الشكل اللي حضرتك فاتحه ده، حتى التوتوريال اللي كان موجود كان نفس الشكل ده. تمام. طب هقول لك حاجه ليه، ايه رايك تمارين الخطوات ستيب باي ستيب كده كان انا ما اعرفش ماكس؟ هو انا فتحت مش بدبسك البوكس. مش بدبسك. لا بارك. انا هقول لحضرتك مفيش مشاكل. طيب. بس مش بوكس، هتجيبي تشامفر بوكس يعني من اكستندد هنا بريمتيف زي وتي. انا كنت عاملاه بوكس عادي، هل ده بيفرق؟ لا. طبعا. اوكي هروح انا جايب دي كده خلاص، واجي هنا اهو ادي لها هنا زاويه الميل، اجي هنا كده مقاس المخده اللي هي 40 سم في 60 سم اهي. الارتفاع مثلا تعالي نخليه مثلا ريتا مثلا خليه 1، وتعالي نبص كده ايه الشامفر بوكس، ايه الجديد عن البوكس؟ ان هو في حاجه اسمها فلت، ان هو الاطراف عندك ملفوف. ماشي. ثم بعد ما تروح تدي الفلت هتحطي السيجمنتس، اهم حاجه عندك موضوع السيجمنتس. وخلي بالك وخلي بالكم مش كل الاجهزه بتستحملها، فانا اجهزه ازود هنا اللين سيجمنتس، وهاجي ازود الويت سيجمنتس اهي،
وحاجه ازود الهايت سيجمنتس اخليها 3 مثلا والفيلت سيجمنت ماشي خلاص. هل الارقام دي بتتحفظ؟ لا هي انت بعد شويه باي ديفولت كده هتلاقي نفسك اتعودت عليها. طب خلاص انا رحت جهزت الاوبجكت بتاعي ان هو يروح يجيب من موديفاي امر اسمه ايه؟ يلا مالين لو فاكره كلوز. طب بتعمل ايه من جوه؟ اوبجكت بروبرتيز ثم مش هتعملي اكتر من حاجتين. اسلكت ودوس كلوز تاني واختار الخامه بتاعتي ثم البريشر خليها 30 خلاص. يبقى القايمه دي انا ما عملتش منها الحاجتين دول. ثم ابتدي ان انا اروح عندي من تحت خالص اقفل عشان ما يطرش الجرافيتي هروح اخليها له زيرو لو سمحت. شكرا. ثم مش هتدوسي اكتر من على كلمه سيميت لوكال عشان يروح ينفذ اللي انت قلتي له عليه. يعني هقف كده هنا واقول له سيميت لوكال. خلي بالك انت تقدري تعملي ستوب في اي وقت يعني لحد الشكل المناسب اللي انت حباه تدوسي ستوب. خدتي بالك؟ وبرضك بعد ما انت خلصتي خالص لازم تدوسي ستوب ان هو ما زال شغال في الباك جراوند وما زال شغال لازم يقفل. وصلت؟ وكل ما انت سايباه هيديكي شكل افكت اللي هي كسرات وتنايات دي اكتر. شايفه؟ اوكي. طب انا عندي سؤال تاني معلش. قولي يا فندم براحتك. ليه لما بعمل له كوبي بيروح افكت السيميوليشن ده منه؟ ما انا هقول لك انت بعد ما انت هتعملي كوبي يعني انت خلصت ده كده. انا ممكن ده بعد ما اخلصه عشان ما يروحش منه امر كلوز اروح جاي هنا رايت كليك واقول له هنا لو سمحت روح اعمل لي كونفرت حوله لي بولي او اوبجكت او اي اوبجكت من الاوبجكتس يعني. خلاص فبالتالي كده ان هو بيعتبر ان الخصائص بتاعته بتبقى راكبه عندك على الكتله بتاعته. فخلاص انت حولتيه بولي خلاص خدي بقى من نسخه 2 3 10. اوكي تمام. استني بقى لسه 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 لينا باع سوا شويه مع بعضنا اللي هي ايه بقى؟ نفس الامر ده ريتا اللي هو بيعمل الملايه. انت قلت لنا ان امر كلوز اللي هو امر الاسدال اوبجكت على اوبجكت. هي بقيه الناس نامت ولا معايا؟ معاك يا دكتور. اكيد في خطوه واقعه ولا حاجه؟ لا تمام. تقريبا كل الناس موجوده. شادو موجوده. الناس اللي اجهزتها كانت لسه فيها مشكله. شادو اخبار الدنيا ايه يا شادو؟ لا اللابتوب جه وكل حاجه. عاش استاذه. تمام. يعني ابتديت اشتغل وكده بس هبعت بالليل بقى بقيه الحاجه اللي هي كانتني عشان اتفرج على الليكتشر الثانيه. تمام. ولو احتجتي حاجه قولي لي. خلاص تمام شكرا. كان في حد كمان مع شادو كان اعتقد هبه متهيألي اللي كان جهازها برضك فيه مشكله. لا مش انا. انا يسر. يسر عملتي ايه يا يسر؟ الدنيا وصلت ظبطت معاكي؟ خلاص تمام ظبطت. طيب لو احتجتي اي حاجه في القديم قولي لي عادي مفيش مشكله نوقف شرح ونبتدي ان احنا نراجع مع بعضنا مفيش مشكله. طيب بص انا معايا هنا ده اوبجكت اهو وهاجي هنا ده البلين. ريت انت معايا صح؟ يا دكتور مع حضرتك. اوكي دي ترابيزه ده سرير وده الاوبجكت اللي هي الملايه اللي هتتفرش على السرير او الترابيزه او المفرش او الستار او عكس. طب ايه هي الستبس؟ فاكر الخطوات بتاعت كلوز يا ريتا؟ يا دكتور. انا هعمل اللي هو الملايه دي او الحاجه اللي هتتفرش صح؟ بالظبط. بس خدي بالك اهم حاجه ان انت تزودي سيجمنت لان انت الامر ده اعتماده في الاول وفي الاخر على موضوع السيجمنت اللي هو عدونا اللدود على فكره. طب ثم موديفاير كلوز. تمام. واقول له اوبجكت بروبرتيز واقول له استنى سيلكت كلوز. ده هنا في كونسيبت تاني خالص اللي هو ايه؟ هو انت عايزه في عندك الملايه بتتفرش على حاجه او بتكسي حاجه او بتنسدل على حاجه، هي فين الحاجه دي؟ حضرتك هتيجي تقول له هنا اد اوبجكت وتختار الاوبجكت التاني. ليه؟ عشان البلين ده بتاعك اللي انت عملتيه هتدي له الخامه عادي كلوز خامته كذا وهقول له ساتان كمان او ساتان اهي اللي هي ايه بتديكي درجه الانسيابيه في الحركه او في الرؤيه. طب ده التاني ده اسمه ايه؟ سفير. هتقول له ان ده اللي هيترمي عليه الاوبجكت اللي هو البلين من غير ما اعمل اي حاجه ثانيه خالص. ثم حاجه هنا كده واقول له سميت لوك. ايه النتيجه اللي هتحصل؟ لازم ادوس على جرافيتي مش كده؟ لا مش شرط. في حاجه حصلت؟ تاني. وخلي بالك بعد ما تخلص تقفل سميت لوك. وخلي بالكم انت مش كل الاجهزه تستحمل الكلام ده. انت ممكن الاوبجكت ده يطير، ممكن تلاقيه قطع الكتله. بعد ما تخلصي تدوسي على ستوب سيميليشن اللي هي دي يعني لحد ما يجي لك الشكل اللي انت حباه. تاني اهو. مين فاكر ماليني؟ طيب خلينا نعمل سفير. قول يا جماعه مدحت انت هنا مدحت النهارده ولا فين؟ نعم حضرتك. طيب ادي المرتبه اهي خلاص. ثم هجيب البلين او البطانيه او اي اوبجكت من الاوبجكتس الموجوده.
طب سؤال بس، هو انت جايب لنا ليه ما ينفعش بوكس؟ ما خلي بالك انا في الخباثه كده بحاول اوفر موضوع سيجنال طول وعرض، ده الاوبجكت بتاعنا ماشي. وهاجي هنا كده واطلع بدي كده. شرطها الاساسي ايه يا جمعه؟ شرطها الاساسي سيجمنتس، سيجمنتس ازود سيجمنتس. وطبعا الملايه دي ممكن تكبرها طول وعرض اهي، على اساس انها لو ترابيزه ومفرش هتيجي تزود لها هنا اللين سيجمنتس اهي، وحاجه زود الويت سيجمنتس اهي، خدت بالك؟ ثم نمشي الخطوات بقى اللي كنت بعملها انا وريتها من شويه. هاجي اقول له هنا ايه؟ كلوز، ثم object properties، واجي اقول له اول حاجه object واختار الشامفر بوكس ماشي. اول واحد البلين ده هو عباره عن كلوز خامته كذا اللي هو ساتن مثلا. الشامفر بوكس ده عباره عن الكلوزن اوبجكت اللي هيترمي عليه ساتن. واجي اقول له هنا ايه؟ واسيبه شوي. هو انا اخترت ماتيريال للحاجه اللي انا هفرشها وبعد كده. بس خدي بالك ماتيريال مش اظهار، ماتيريال انسيابيه على الكتل. هو احنا هنا مش بنظبط بريشر ولا بنيجي جنب اي حاجه، بس وانس ان في الشكل عجبك تقفلي مين؟ سيميليشن. وصلت؟ وصلت؟ تمام. طب حد يعرف يعملهم؟ اعملوا المخده والملايه وبعدين. طيب سواء المخده، عشان بعض المشاكل هي عند بعض الناس في اظهار المخده، او ان هي مش قادره تعمل بروسيسنج المخده تنفخها او حتى تعمل ملايه وإذلها على الكتل. الزيتونه من في الاول وفي الاخر هي عباره عن كارت شاشه بيستحمل الكلام ده اول زي ما حصل عند ساره من شويه. طب ايه هي الستبس؟ الستبس واحده ان انا باجي بمسك الاوبجكت، ونمره واحد في الاوبجكت ان انا بكون عارف مقاساته كام. يعني مثلا هروح اعمل هنا تشامفر بوكس اهو، هروح اغير مقاساته اهي، اخليها مثلا هنا 60 سم، وهاجي اخليها هنا 40 سم، وهاجي اقول له لو سمحت اديني الارتفاع مثلا خليه هنا واحد خلاص، او يمكن كمان اقل من واحد لو انت عايزه الكورنر بوينتس بتاعت المخده تبقى ما تبقاش فيها كيرف ولا حاجه، الفلت هقلله برضه يعني حاجه اعمل دي كده اهي. الفلت اللي هي اللفه دي شايف حد شايفها ولا لا؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ انا شايفاه. طيب انا افتكرت الدنيا قطعت. طيب وهاجي اهم حاجه هزود له سيجمنت. السيجمنت دي هي المشكله الاساسيه في ان هي تروح تعمل لك ايه؟ ان الدنيا ما تشتغلش. عشان كده لو حد فاكر ما حدش يحط سيجمنت الا حتى في نفس الاوبجكت على المكان اللي هيتعدل فيه. طيب هاجي اعمل ايه بقى؟ ايه الخطوات؟ حاجه هنا من موديفاي، وهختار امر واحد اللي هو الكلوز اللي هو. طيب بعد ما اخترته حاجه اقول له هنا من البروبرتيز بتاعته لو سمحت ان الشامفر بوكس ده عباره عن كلوز خامته كذا. وهاجي هنا البريشر اللي هي قوه النفخه بتاعته هخليها 30. ثم عشان ما يطرش معايا الجرافيتي عندي من تحت هخليها هنا زيرو. ثم هاجي ادوس على كلمه سيميليت لوكال. شايفه؟ هو بس الجرافيتي احنا قلنا هنخليها زيرو عشان ايه؟ عشان ما يطرش المخده ما تلاقيهاش انها طارت منه. ماشي. خدت بالك؟ والحاجة ما خلاص عينيا بص بس عندي سؤال عينيا بس بص لحد ما انت تشوفي شكل الافكت خلاص انت استكفيتي بكده بدون كسرات بدون كذا اطفي سميت لوكال. يعني انت ما تسهيش او ما تنسيش ان دي مفتوحه. بصي هو ما زال شغال، خلي بالك هو ما زال شغال. وخلي بالك انت مش هتعرفي تشتغلي وسميت لوكال، انا شخصيا مش عارف اشتغل ودي مبغوض ان هو هيهنج الدنيا. خلي بالك هو السيميليشن تحت شغال اهي، شايفاه عماله تلعب ازاي انت؟ شايفاه. وما زالك هو عمال يديك كسرات وتنيات، لو انت عجبك الحال تمام، ما عجبكيش الحال اطفي سميت لوكال. ماشي. لا انا عندي سؤال. قول يا فندم. زمان لما سويت الملاية فضلت يابسة، يعني بطيء البروسيس، ما اعطتني الافكت تبع الملاية.
الملايه نفسها؟ اه ما طبعا عشان على موضوع السيجمنتس، لان هي المشكله كلها بتبقى في السيجمنت، عدد السيجمنتس قد ايه. فدي برضك لسه كنت بكلم نور في كارت الشاشه، لان المشكله الاساسيه هتبقى في عدد السيجمنتس الموجود، خد بالك. وكل ما بتزيد عدد السيجمنتس دي، كل ما انت عندك البروسيسنج بيزيد، وممكن الجهاز ما يديكيش النتيجه اللي انت عايزاها. طب هذه ممكن كيف ممكن تتحل؟ في اللابتوب لا، يعني في كروت الشاشه العاديه في البي سيز اه، يعني انت ممكن البي سي ممكن تغيريه. يعني ممكن تغيري كمان كارت شاشه. تمام. ماشي يا فندم، مين عنده سؤال تاني؟ هو انا ممكن اقول حاجه؟ قولي طبعا حاجات. هو امبارح كان هو دلوقتي اشتغل عندي كويس، بس امبارح لما عمل كده عملت فوق الكلاس دي عملت اوردر اللي هو شل، واديته ثيكنس صغير. بس خدي بالك، اصل هو امر شل ده بيعمل ايه؟ بيديكي اوت لاين. يعني ايه بيديكي اوت لاين؟ يعني بيشيل الكتله وبيخليك كانك انت عملت فيبوريان ليها او تفريغ ليها. بالظبط. خدي بالك؟ بردك القصه كلها هتبقى في سيجمنتس، واعتمادها في الاول وفي الاخر على الجهاز بتاعك اللي هو بتاع كارت الشاشه. انا كنت عايز اسال، هو ده كده بيزود الفيرتيسز او يعني عامه، ولا ده اللي هو تمام؟ الامر نفسه اللي هو شال ده لو عملته بيأثر على حاجه؟ لا هو بيأثر لكن مش هيزود لك الفيرتيسز، ان هو بيشيل من تجويف الكتله، يعني هو بيقلل. لكن هي الفكره كلها كل ما هتيجي تستخدمي امر كل ما الدنيا هتتقل. اوكي، هو احنا لسه هنشرح الحاجات دي صح؟ يعني لسه ده لازم ده فتفوته تمام. بس برضه زي ما انا كنت بتكلم مع اعتقد مع ساره الصبح من شويه، يعني ان في حاجات بقولها كده بالحب اللي هي ايه عشان بس الناس تفهم، لكن وقت شرحها زي باند بليز تبقى لسه اشرح. تمام شكرا. بس هو في حاجه غير هقول حاجه بس، خلي بالكوا ايه اللي هيشتري جهاز يشتري بي سي لكن ما يشتريش لابتوب. لابتوب للبرزنتيشن او حاجه. اضعف الايمان ان انت لو حابه تغيري كارت شاشه، حابه ان انت تعملي ابديت للرامات، خلي بالك، لكن اللابتوب بيبقى هو كده باي ديفولت، يعني ان زودتي هتزودي في رامات فقط. طيب في حد كان هيسال على حاجه؟ انا امبارح كنت عملت اللي هو الكفر بتاع الباد ده وطلعت معايا مظبوطه وكل حاجه. النهارده بقى مش عارفه اعملها، مش عارفه ايه المشكله. يمكن عشان عملت المخده دلوقتي. لا يعني مش عارفه ايه العلاقه. لا العلاقه ان بص، شايفه انت الكتله دي عامله زي كده؟ دي مليانه سيجمنت. في بعض الاجهزه او اللابتوبس ما بتستحملش السيجمنتس كتير. حتى انا شخصيا لو عملت المخده دي مرتين ثلاثه ممكن ما يعبرنيش اصلا. لا المخده عملتها وظبطت، اللحاف بقى هو اللي مش ظابط. ما هو مش هيظبط، لان انت يا اما تعملي فاير ريسيت يعني تقفلي الماس. ما انا عملت فاير ريسيت، ده فايل جديد وما اشتغلش. يعني ممكن اعمل شير لحضرتك؟ يا ريت. يا ريت طبعا. معاك ستبس ونص تمام، وهسجلها كمان عشان لو رجعت. انا بقى دلوقتي عامله يعني عامله السيجمنتس وكل حاجه. طب هو اولا ريتا في مصيبه عندنا هنا دلوقتي، اللي هي ايه؟ ان انت وهنا واخده بوكس. حلو، الغي امر كلوز كده. اوكي. لا اللي من الباسكت اللي تحتيه. لا امسكي الاوبجكت والغي من الباسكت امر كلوز. تلغيه ازاي؟ دوس على الباسكت اللي هي دي، اللي هي تحت موديفاي. لا كده انت ايوه دي كده خلاص. بس كده. هنا ايه بقى المشكله؟ المشكله ان انت هنا في طول وعرض وارتفاع، يعني انت مديه هنا الهايت كذا، وفي سيجمنتس في فرح من الانترسكشنز من السيجمنتس كتير قوي. ايوه طب ايه الحل؟ هل ينفع اعملها كده؟ بس ما تزوديش هنا الهايت سيجمنتس. اوكي. خلي ثلاثه دي واحد. ما فيش زيرو، واحد. حلو؟ طيب الثيكنس تاج ده حاول تقلليه، يعني 0.002 مثلا. مثلا خلاص. طب ثم بقى امسكي بقى الاوبجكت وخش على موديفاي واعملي بقى نفس والسيجمنتس انت مزودها قوي، يعني خليهم 50 50. انت عارفه انا عرفت منين؟ بص اللون الابيض اللي موجود في الطب. ماله؟ ما ده كده كده فول سيجمنت. لا مش عارفه حضرتك عرفت منين عشان افهم بس. عشان السيجمنتس كل ما زادت ولدت جنب بعضها انت ما بتشوفيش الفراغات اللي هي الجريل في الباك جراوند. اوكي. اوكي. امشي بقى الخطوات بقى، يلا امسكي بقى الاوبجكت ودوس على امر كلوز. بروبرتيز ماشي. اد ماشي. ماشي.
اوكي ماشي. والبوكس ده الكلاس انتو جامفر قصدي ال عامل بريشر ولا لا؟ لا لا دي مخدة صح؟ ولا دي لا ده اللحاف. لا اللحاف خلاص اوكي على الفاضي. انت ما عملتيش الريزوليوشن زي ما انا قلت لك؟ عملتها بس صغرت وكبرت قوي، فقلت هسيبها لبعد الكورس واشوف أوكي. هظبطها ازاي. طيب اعمل حاجة في الجرافيتي ولا ولا اي زي؟ حاجة لا زي ما هي. دوسي بقى على هي. لا هي مزير وزي ما هي كده. هي كانت 960 ماينس 960 ماينس 960 اوكي حلو. اطلعي بقى من فوق خالص واكتبي ايه او دوسي على كلمه سيميليت لوكال بس اقفي في البريزنت. ماشي اهي اوكي فهمت. وصلت؟ تمام ميرسي قوي يا دكتور. دكتور دلوقتي انا بعمل اللي هو البوكس والنظام دوت وبعمل اللي هو بلان. اجي اكتب بقى على موديفاي عشان اشوف كلوز بيقفل ال 3 دي ماكس. طب بلاش بقى ما نجيش جنب امر كلوز بقى لان هو من الواضح ان هو تقيل عند بعض الاجهزه عندكم يعني. بس معلش اللي جهازه تقيل عنده هو هيعمل بس الستارت لل 3 دي ماكس، ولو جرب الستارت وما نفعتش خلاص ما يعني بدل ما يحصل فيه مشكله عنده. انا عملت ريسيت وقفلت وفتحت من اول جديد وبرده ما فيش فايده. طب خلاص بقى سيبيه بقى لحد ما نشوف صرفه او هتجيبي جهاز تاني لحد ما تشتغلي وهكذا. تمام. طيب بص بقى احنا لحد اخر ما احنا جينا خدنا كانت حاجه مهمه جدا يا جماعه اللي هي موضوع الموف وروتيت وسكيل، وخدناهم بالمقاسات ان انا باجي ادوس هنا رايت كليك. حد معايا؟ ايوه معاك. طيب وبعد كده اخر حاجه خدناها اللي هي موضوع السناب اللي هي دي. طبعا السنابات لسه فيها لعبه من جوه، احنا ما خدناش الا ثلاثه بس اللي هي الاشكال 3 دي. طيب انا هبتدي بس بسؤال كده. جمعه انت معايا صح؟ مدحت معاك يا دكتور. اوكي انا معايا هنا ده اوبجكت اهو يا سلمى، وجيت هنا اهو كده انا طفيت ستاب معليش ستابات خالص، وجيت هنا اهو عملت روتيت. ايه ده؟ وروتيت ده كده كام درجه يا جماعه؟ ما اعرفش بس انا ممكن اعرف يعني ممكن اجي رايت كليك واعرف هنا قيمه الروتيشن قد ايه، بس مش هو ده المقصود. طب انت عايز ايه؟ سلمى قالت لي انا عايزه لما اجي الف اي اوبجكت يلف درجه معينه انا محددها له قبل كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي هنا اهو كده الروتيت ليها السناب بتاعتها اللي هي مالها؟ انا كده شغلتها حاجه هنا برايت كليك عليها وهاجي اقول لو سمحت عند كلمه انجل احط لك مثلا 45. طب 45 دي ايه اللي حصل فيها؟ لما هتيجي كده يا جمعه وتلف الاوبجكت كده لفه 45 يا جمعه معاك؟ نعم. انا محتاج مناقشه يا جماعه من الكل بعينكم، يعني عينك تشوف وتقول لي انا كده لفيت 45؟ لا. حد يرد من البنات؟ اه لف 45 ولا هو لف وخلاص؟ هو لف وخلاص. ليه بقى هزارت؟ لان انت عندك هنا الانجل اللي انت حاططها له دي شرط، وعشان تتنفذ لازم حضرتك تقفي على الايه؟ على الدايره بتاعت الاكس بتاعه يمشي معاكي زي ما انت عايز، ده شرط. هتشايف؟ يعني شرطه ان انت بعد ما تدي له الانجل تشغل الوظيفه وتكتبي له الانجل جوه تمام؟ ان انا اتحرك من على المحاور بتاعته. نفس القصه في امر سكيل. هو سكيل بيعمل ايه؟ بيكبر ويصغر. بس انا مش قادر احدد النسبه، طب انا احددها ازاي؟ لو انا جيت هنا اهو كده هتلاقي هنا في برسنت سناب هختارها. وخلي بالكوا الناس اللي عندها انترفيس لونها اسمر دايما بتنسى الموضوع ده، لان هو مش باين اوف واون ازاي؟ اللي هي السكرين الانترفيس نفسها بتاعت الماكس. فهاجي هنا كده هختارها، ثم هاجي هنا رايت كليك عليها وعند كلمه برسنت هحط له مثلا هحط له 50%. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ هتقفي على الاكس ده وادوس واسحب هيظهر معاك 50، هزقه هيكبر 50%. هتشايف؟ طيب يبقى نرجع تاني كمان. انا عندي هنا ادي موف وادي السناب بتاعتها اللي خدناها المره اللي فاتت، ادي روتيت وادي السناب بتاعتها، ادي سكيل وادي السناب بتاعتها. استنى بس، هو شرط يتفتحوا هما الثلاثه؟ لا، انت بتفتح على حسب احتياجك. وصلت؟ وصلت. طيب يبقى هاكد تاني معلش، انت بتعمل ايه عشان الناس اللي عندهم انترفيس لونها اللي هو الجراي الغامق؟ اختار الاوبشن نفسه اختار هنا باين عندي ان هو هنا كده اون اهو، هراي كليك عليه عشان احط عند كلمه انجل القيمه الزاويه اللي انا عايزه الف دي. طب ده بالنسبه للانجل سناب. طب الناس اللي بتكتب هتلاقي في عندك هنا كده امر سكيل وادي هنا البرسنت سناب واكتب له هنا كده عند كلمه برسنت. حد يا جماعه معايا؟ معلش ممكن تاني اخر خطوه
بص موف ادي سكيلها، ادي السناب بتاعتها، روتيت ادي السناب بتاعتها، سكيل ادي السناب بتاعتها. كده انا شغلتهم، ولو حبيت احط السيتنجز او الارقام بتاعت نسبه الدوران او نسبه السكيل هرايت كليك على اي واحده فيهم. خلي بالك ادي دي الانجل ودي البرسنت سناب، هما اتنين في نفس الايه موضوع اهو. تمام. في حد ما فهمهمش؟ حد يحب اعيدهم اعيدهم تاني؟ لا تمام يا دكتور. طيب جرب قول يا فندم براحتك. هو احنا بنختار بس اللي خلص يجربهم يبعتهم لي على الواتساب. قول يا سامك. واحنا بنختار الاول الاوردر اللي هو سكيل او موف او كده قبل ما نروح لل لا مش هتفرق، لا مش هتفرق. طب سؤال كمان، هو ازاي بس اكد عليك حاجه، اكد عليك انت لازم تشغل الوظيفه عشان تتنفس معايا. قول يا سامك. ازاي يعني؟ كنت حضرتك بتقول ان هم هيتعملوا مع بعض، فهل لا مش لا لا مش مع بعض، هم حاطينهم في نفس المنيو. يعني دي ادي هنا رايت كليك، ادي الانجل، واجي هنا اهو عند البرسنت، هي هي نفس المنيو اللي بتطلع. تمام. بس الاوبشن مختلف، ادي الانجل سناب اهي، وادي البرسنت سناب اهي. ميرسي. لا جربوه وارجعوا. طب سؤال اخير، انا بعد ما اختار السكيل السكيل سناب ايوه اروح اقطع على سكيل بقى. ايوه، وتروح حضرتك جايه عامله ايه؟ تدوسي كده وتسحبي او تزقي عشان يكبر ويصغر بنفس الناس. ثانك يو. يعني الجزئيه اللي انا لسه هقولها دي مهمه جدا جدا جدا. احنا اتفقنا ان اي اوبجكت من ضمن الاوبجكت لما تيجي ترسميه سواء بمقاسات او من غير مقاسات هو ليه سنتر بوينت اللي هي الاكسس بتاعته، اللي هي نقطه الاورجن بتاعت الاوبجكت نفسه. ان هو لما باجي ارسمه 0 0 0 هو بيطابق محاور الكتله على محاور البورت نفسها. ماشي، بس دي مش قصتنا دلوقتي. طب ما ايه قصتنا؟ لو انت عندك ده الاوبجكت بتاعك اهو، انا اروح ارسمه هنا بوكس اهو. تمام. طب فرضا ان ده باب شقه، في حد يا جماعه عنده باب شقه؟ طب في شقه عند الناس؟ طب تمام، يعني موجود يعني. طيب الوقت هل لما انت بتيجي الجمعه تعمل مثلا اوبن الباب كده، هل هو بيتفتح في النص كده زي باب المروحه؟ لا، ده في الفندق. لا، طب في البيت بيتفتح مطرح المفصلات ما هي موجوده على جنب. يبقى انت كده مطالب منك ان انت تغير المحاور دي وتجيبها على الايدج بتاعت الكتله، صح؟ انا بكلمك في الحاله دي. فانت عندك هنا وظيفه جمعه اسمها هيراركي. خلي بالكوا عينكوا وودنك معايا، انا كده كده بشرح عدد من المرات كتير، ممكن تكتب ونعيد ونزيد. فانت عندك هنا ادي هيراركي، ايه الوظيفه بتاعتها؟ دي بتسمح لي ان انا اروح احرك البيفوت ده من هنا اوديه على الايدج بتاع الشقه. بص كده، بمجرد ما ادوس على الافكت بيفوت اونلي في حاجه بتتغير يا جمعه؟ في سهم بيطلع. تمام. حاجه زرقاء. اه، وانس ان الشكل ده بقى كده خلاص، خد وديه زي ما انت عايز. طب هل ينفع اجيبه على الايدج ده بالظبط؟ اه خلاص، ما احنا خدنا الاستاف. سنايك لك هاجي مثلا اخد ميد بوينت مثلا، وهاجي هنا الاكسس بتاعتك كده اروح مشاور على حدود الشكل. طب انت خلصت ونقلته مكان ما انت عايز؟ اه، اطفي دي بقى مش محتاجها. يبقى كده الباب لما هيجي يتفتح هيتفتح ويتقفل منين؟ من هنا من على الجنب كده. حد يا جماعه معايا ولا فين؟ مع حضرتك. طيب اقول تاني ولا تجربوها؟ لا انا جرب. طب بقيت الناس ساكته؟ طيب جربوا وابعتوا لي على الواتساب. بص جربوا. طيب الزيتونه دي فيها ايه؟ دلوقتي مثلا ولنفترض ان انا عندي ترابيزه صفر وحواليها 10 كراسي. فرق الزاويه ما بين كل كرسي والتاني 36 درجه. تاني انا عايز ترابيزه صفر اللي هو السلندر الكبير وحواليه 10 كراسي. الكراسي دي اللي هو عباره عن سلندرز يعني. فرق الزاويه ما بين كل كرسي والتاني 36 درجه. ياخد منكم كام ثانيه ده يا عمايل؟ هو ازاي اخلي الكراسي دي تعمل كده جوه المكس؟ نفس المقاس جوه المكس اكيد في زيتونه. يلا ابدا. كام درجه كام ثانيه تخلص فيه؟ اه تمام. طيب الزيتونه بتاعتها عامله ازاي؟ دلوقتي انت عندك هنا دي الترابيزه اللي احنا هنعملها فعليا دلوقتي بعد شويه، والكراسي برضك اللي احنا هنلف عدد كراسي ايه بعد شويه حد. بس احنا بناخد الكونسبت اللي هو بتاع ايه، ان انت تلف اوبجكت حوالين اوبجكت. في بعض الناس تقول لي إيه؟ طب دي هتحتاج امر اسمه اري. ايوه ماشي، بس احنا ما خدناش اري. طب انا هعمل ايه؟ انا هكبر دي كده. طب ثم همسك الاوبجكت. هو انت عندك الاوبجكت ده، تعالى نترجمها كده بالعاميه،
عايزين تعملوا فيها متحف. يا سلمى عايزين نلف حوالين الترابيزه. بس انا مش عايز اكتر من كده منك. تعالى بقى نترجم كلام جمعه ان هو نلفه حوالين. انت عايز تلفه يعني انت هتجيب امر روتين. ماشي، حوالين يعني ايه؟ حوالين الترابيزه. حوالين ترابيزه. طب انت كده لما هتيجي تلف هو كده بيلف حوالين مين؟ نفس. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ السنتر يبقى في السنتر. جدع. يبقى انا هاجي هنا هيراركي، حاجه هنا افكت بيفت اونلي، حاجه هنا بالسناب، وهاجي اخد منها البيفوت. حد فاكر؟ حد يرد؟ تمام. مجموعه البيانات ساكته. البيفوت تمام. في حد بيقول انا مش يعني نص نص. مين؟ انا. ها؟ ايه بيفوت مش ميد بوينت؟ لا عشان لا الميد بوينت هتاخدي نص الضلع ده، انا عايز السنتر بوينت بتاع الترابيزه. تمام. هاخد دي كده اشاور مجرد اشاره على حدود الشكل اهي. في حاجه ظهرت؟ علامة تحت في النص كده. ما مجموعة بنات يا جماعة فين؟ جبتوا لي اللوز، حد يرد عليا؟ موجودين. تمام. حاجة أشيل صباعي، يعني أنت مش لازم تروح للنص. طب هعمل إيه يا مدحت؟ هشاور على حدود الشكل أهي. راحت؟ خلي بالك أنت مجرد ما هي راحت كده اقفل دي بقى، أنت ما أنتش محتاجها. يبقى أنت كده الكرسي ده هيلف حوالين مين؟ حوالين الترابيزة. تمام. هو إحنا خدنا المرة اللي فاتت شيفت مع موف؟ ليه بتعمل إيه؟ تعمل كوبي. الله، هو انا ينفع اعمل شيفت مع روتيت؟ الله ينفع. طب هو انت لما هتيجي تعمل كده شيفت مع روتيت وتسحب، هو انت الزاويه دي هتظبطها ازاي؟ هو مش الراجل ده من ستاب انجل. ايوه جدع. مش الراجل ده من شويه ادانا انجل سناب؟ هكتبها 36 وكل شويه. إيه الدايره كام درجه يا جمعه؟ 360. الدايره كام درجه يا جمعه؟ دايره ايه؟ ها الكرسي ما بينه وبين 36. الدايره نفسها كام درجه؟ 360. خلاص دي ثوابت، ماشي ما حدش ينفع يشك فيها. طب انت عندك كام درجه؟ عندك كام كرسي؟ 10. يبقى 360 على 10 36. انت اتلخبطت ليه؟ ده انا بلخبط. انا طيب. انا بقول الاجابه على طول. طيب انا هاجي ادوس هنا شيفت وهسحب سحبه واحده بس. خلي بالك انت ممكن، انا لسه ما زلت دايس على شيفت، ممكن اسحب مره اثنين ثلاثه. ما هو مرة واحدة 36، مرتين 72 درجة، فأنت سحبة واحدة بس. وأجي أقول له هنا أنا عايز 9 غير الأصل. حصلت؟ تاني بقى. تاني واحدة واحدة عشان أسيبك تعملها. أنا هاجي كده هنا على التوب. في حد يحب يمليني طيب اللي فاكر؟ سلندر، أعمل ترابيزة. أهي. ثم وأعمل هنا أي شكل أهو. ثم هشيل ال الميد بوينت. مش الميد بوينت، خلي بالك هي البيفوت. خدت بالك ان الميد بوينت دي حاجه ثانيه. حاجه هنا بالسناب، وهاجي هنا بالبيفوت اللي هو ده، واشغل افكت بيفوت اونلي، واجي امسك ده كده واشاور على ده. وخد بالك انت في بعض السنابس ما بتركبش على بعضها، يعني انت هنا البيفوت مش هتشتغل مع الميد بوينت، فانت خد بالك. نقلته في سنتر بوينت واكيد هقفل افكت بيفوت اونلي. هاجي اخد روتيت وهاجي هنا بالانجل، وهاجي يا سلمى هنا اهو. عايزه كام كرسي يا سلمى؟ حاجه سلمى؟ ايوه جامد. عايزه كام كرسي؟ عايزين 9. طيب يبقى 360 على 9. انت اللي جبتيه لنفسك. 360 على 9 كام؟ لا ما هو 10 يعني 9. لا انا عايز 9 بقى. هي قفلت عايزه 9. يوم ما بعرفش احسب ثانيه واحده. ليه؟ 4 في 9 بكام؟ 40. طيب حاجه ادوس شيفت واروح ساحه تاني مره واحده، واقول له والله لو سمحت انا عايز 8 غير الاصل. وصلت؟ أوكي. وصلت؟ اللي احنا عملناه شويه ان انا مجرد انا خدت سلندر اللي هو على اساس ان هو كرسي، وحطيته كمان حوالين سلندر، عملت مجموعه كراسي حوالين سلندر الكبير. طب احنا عايزين نعمل بقى موضوع فعلا ترابيزه و6 كراسي او ترابيزه و10 كراسي، هعملها ازاي؟ بس استنى، وانا لسه هروح ارسم الكرسي اللي احنا خدناه في اول مره. لا في عندي هنا اهو من قائمه فايل امر اسمه ايه؟ يا جمعه امبورت. امبورت. وهتلاقي عندك مين؟ امبورت. ايوه امبورت ايه بعدها؟ ميرج. ميرج فايل امبورت ميرج
عشان اروح اجيب اي ملف ماكس فايل امبورت ميرج عشان ادخل اي ملف ماكس داخل ملف ماكس، مش كل شويه هروح ارسم الكتل من اول وجديد. فهاجي هنا تعال نشوف فين فايل الكرسي. هو فايل الكرسي يا جماعه كان اسمه ايه؟ الكرسي بتاعنا اللي احنا عملناه اهو سلمى، حتى لسه سايبه اسم باسمك يا سلمى اهو. وهقول له هنا اب باسم حد، دي اللي بيظهر هنا اهو. دي هو نت عندك وعندكم سامعيني ولا انتوا معايا؟ سامعين حضرتك. طيب فهاجي هنا اهو اقول له دي العناصر اللي هي محتوى الملف، هاجي اقول له خدهم كلهم. خلي بالك انا خدت هنا ده كله عشان انا عارف ان الفايل ده ما فيهوش الا كرسي، وهقول له اوكي. ايه النتيجه اللي حصلت؟ قبل الكرسي. يبقى معنى كده اللي احنا عملناه دلوقتي فايل امبورت ميرج ادخال ملف ماكس داخل ملف ماكس. طب شكرا. اه بس استنى، اوعى تعمل اي حاجه لان في فرح العمده ظاهر قدامك دلوقتي اهو، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اكس واي زد ظاهر لكل اوبجكت. طب عشان تخلص منهم هعمل ايه؟ هطلع من قائمه جروب اقول له جروب. كده وحد لك الاوبجكت حاجه واحده وفي اكس واحد بس موجود. طب ينفع فك الجروب؟ اه تقدر تعمل من جروب ان جروب. اهي حد معايا يا جماعه لفين؟ اهي ثم هاجي بقى للترابيزه اهي، هتشايف وحد يمانين الخطوات اللي احنا عملناها من شويه. يلا وهخلي بس اللون الابيض عشان الرؤيه بس. مين هيمليني؟ هو الاوبشن بيتنطق ازاي بس؟ اسمه هيراركي. هيراركي اه هيراركي اللي هو هيراركي. هيراركي اه هنروح له ونروح لسناب. للسناب ماشي، هياخد بيفوت. يبقى بيفوت واشغل مين؟ الافكت بيفوت اونلي. بيفوت اونلي ثم اجي اخد الاكسس واشاور على مين يا فنان جدع؟ على السلندر. تمام واقفل دي ما انساش. هاجي هنا الروتيت. خلي بالك بص يا مدحت، هي لو رجعت ما تعملش حاجه اكتر من ان انت تيجي على افكت بيفت اونلي وتتحرك بالماوس، ده عباره عن ديلي بيحصل دايما، ما تعملش اكتر من كده. تمام ثم تيجي الانجل واخد هنا كام؟ عايز كام كرسي يا مدحت؟ نقول 10 تاني. خلاص بكتب ايه؟ بكتب 36. يبقى اكتب هنا 36 بقى واقفل دي واجي ادوس شيفت واسحب دي كده سحبه واحده واقول له لو سمحت انا عايز هنا 9 غير الاصل. تمام وصلت؟ طب بقيه البنات وصلت؟ وصلت. اه يا دكتور اللي يعملها يبعتها لي يلا على الواتساب. يحب اعملها لكم تاني؟ حد يحب اعملها له تاني؟ هو انا بس عندي سؤال. قول يا فندم براحتك. هو حضرتك قلت امبورت ميرج، هو امبورت ده اوبشن وميرج ده اوبشن؟ لا هو لا ده بص، هو ده عباره عن تسلسل منيوز موجود. يعني فايل امبورت امبورت ده لما هنيجي ناخد حاجه من الكاد، لما فايل امبورت ميرج لما تيجي تجيب حاجه من ماكس. لكن اصل الفايل انت بتعمل ميرج، انت ممكن تاخد دراج، يعني ممكن تعمل دراج من بره مش مشكله. تمام يعني. اللي يخلص بعد. طيب الجزئيه دي في منتهى الاهميه احنا خدناها بردك بالحب كده لكن شرحا لسه ما خدناش، اللي هي عباره عن ايه؟ انا فرضا مثلا معايا هنا ده اوبجكت وده اللي احنا عملناه من شويه، عملت اوبجكت زي ده كده. احنا خدنا موف وخدنا روتيت وخدنا سكيل كمان وخدنا ان احنا نعمل شيفت مع موف. لو حد فاكر، حد معايا ولا فين؟ تمام يا دكتور. شيفت مع موف اهي. طب الشاشه دي فيها حاجات في منتهى الاهميه اللي هي ايه؟ طبعا اسم الاوبجكت ده عادي سهل، عدد النسخ عايز 10 بكتب 9 عشان هو بيعمل حساب الاصل معاها. الثلاث اختيارات او الثلاث اوبشنز دلوقتي في منتهى الاهميه اللي هم دول، اللي هم كوبي وانستنس وريفرنس. طب ايه الفرق؟ بص معايا وكده كده هعملهم لك التالي بعد شويه. الكوبي ده بيعمل عدد من النسخ ما لهمش علاقه ببعض. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت لو جيت هنا وكده مسكت اي اوبجكت من دولت وحبيت انت تروح تعدل فيه بيتعدل هو لوحده فقط. هتشايفها؟ تمام. خلي بالكوا عشان الثلاث اختيارات دولت هيكرروا معانا هنا وهيكرروا معانا في شيفت روتيت شيفت سكيل والاري والمورف والميرر وكل حاجه. طيب يبقى كده اول اختيار عندي اللي هو شيفت سواء مع موف او روتيت او سكيل بيديني اللي هي كوبي او انستنس وريفرنس. طب يعني ايه انستنس؟ انستنس دي ان انت بتعمل عدد من النسخ لو جيت عدلت في اي واحده هتعدل في الكل. خلي بالك انا بقول لك تعدل، يعني تعدل في مقاساتهم مش تعدل موف او روتيت او سكيل، تعدل في اصل الاوبشن. اقول تاني انستنس هي عباره عن عدد من النسخ بس التعديل في اي واحده تعدلي في الكل. ودي بتنفعنا طبعا لما مثلا فور اكزامبل كده انا عندي مثلا هنا اللايتس، لما تيجي تحط سبوتس مش همسك السبوتايه واحده اثنين ثلاثه، هتبتدي انها تروح تعدلي ايه؟ واحده بس تعدلي في الكل.
اي واحده منهم تعدل لي في الكل. طيب هتيجي لاخر واحد حاجه هنا شيفت وراح جاي ساحب كده واجي اقول له هنا ريفرنس. هي ريفرنس يا جماعه معناها ايه؟ مرجع. تمام. يبقى الاصل هو الوحيد المسموح له يعدل لي في الكل اهو. طب انا لو جيت هنا مسكت مثلا هزار اي اوبجكت من دول وحبيت ان انا اجي اعدله هيعدل في نفسه بس، الامر ده لسه ما خدناهوش اللي هو ايديت مش. لو جيت عدلت في ده فقط اهو مين اللي هيتعدل؟ نفسه بس. لو حضرتك جيت هنا كده على الاوبجكت الاولاني وجيت هنا عدلت فيه هتلاقي ان هو الكل اتعدل. يبقى احنا كده نطلع بثلاث ايه؟ بثلاث نتائج. ان انت عندك كوبي انستنس ريفرنس. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ كوبي عباره عن عدد من النسخ ملهاش علاقه ببعض. يعني ايه؟ يعني تعديل في اي واحده يعدل في الكل. انستنس عباره عن عدد من النسخ، التعديل في اي واحده يعدل في الكل. طب ريفرنس، ريفرنس ده اللي هو المرجع، الاصل هو المسموح له بس يعدل في الكل، لكن العكس لا. وصلت دي كده؟ تمام. طب في سؤال مهم المفروض حد يساله، ايه هو؟ دكتور انا عندي سؤال. قول يا فندم. دلوقتي لو احنا بنتكلم مثلا على سكيل بروجكت كبير قوي وانا عامله كوبي للحاجه دي كذا مره بطرق مختلفه، ازاي اقدر اعرف المين اليمنت بتاعي اللي انا اادد فيه فيادد في الباقي في الكيس ريفرنس؟ بص لما هتيجي كده انت خدتي مثلا هنا ريفرنس اهي. هل؟ معادي ما هم كلهم شكل بعض. طب لو انا جيت مسكت ده بص موديفاي طلعت ايه؟ شايفه؟ اه. طب لو مسكت الثاني بص طلعت ايه؟ اه ما عنديش اوبشن موديفيكيشن. خلاص لان هم لينكد بده. اوكي الله ينور عليك على سؤال. طب برضو سؤال تاني قوي. قول. طب ما هو يعني نفترض ان انا احط سبوت لايتس، انا برضو يعني لو انا عندي سبوت لايتس كتيره لا. وبعد ما خلصت المبنى انا عايز اسلكت الاولاني، يعني انا برضو هدوس على كل واحد عشان اعرف بس هو في الديفاي انهي واحد هو الاصل؟ لا هو انت يعني بص هو طالما مشروعك انت فانت بتبقى عارف ان المين سبوت او السبوت الاصلي او الاوبجكت الاصلي فين، لان انت بتدرب مشروعك غير اللي انا قلته من شويه انه خدت بالك؟ تمام. طيب بس في سؤال تاني المفروض حد يساله، ايه هو؟ سؤال مهم يعني في الجزئيه دي. لو انا عملت موف للفيرست اوبجكت مثلا هيتحركوا سوا؟ لا ولا موف ولا روتيت ولا سكيل، ما لهمش علاقه، انا بتكلم في اصل الاوبجكت. اقول السؤال وازود امتحان؟ هو انا ينفع اسال سؤال؟ لو انا قررت مثلا ان عملت انستنس وبعد كده قررت ان انا عايز اعدل في واحده قولي لي اسمك ايه عشان تيجي كده درستين. قولي لي بقى نور. نور. ايه؟ نور ايه؟ نور سعيد. طيب يا كده ليكي مني درجتين. السؤال ده في منتهى الاهميه اللي هو ايه؟ انا مثلا رحت عملتهم انستنس خلاص وجيت بعدل في اي واحد هتلاقي ان هو عدل لي في الكل. طب يا جماعه طب انا عايز افصله، عايز اعدله لوحده هعمل ايه؟ شايفه يا نور كده جنب الباسكت فيه ايه؟ شايفه السفير اللي هي داخله على البوكس؟ حد شايفها؟ ميك يونيك. اللي هي السفير داخله الميك يونيك، اللي هي السفير داخله على البوكس، لو انت دوست عليها وان كليك فانت كده بتدي له اوردر ان انت تفصل لي ده عن باقي اخواته الباقي. وصلت؟ تمام. هقول تاني اخر مره عشان لو حد حابب يكتبها. انا عندي كوبي وانستنس وريفرنس. كوبي عدد من النسخ ملهاش علاقه ببعض. انستنس عدد من النسخ التعديل في اي واحده يعدل لي في الباقي. ريفرنس الاصل هو الوحيد اللي بيعدل في الكل لكن العكس بقى. وصلت؟ وصلت؟ وصلت دكتور. طيب تمام جرب وارجع لي. اصل الفايل اللي انا مديهولك او اللي هو بتاع البرجوله بمنتهى البساطه كده عشان ان انت تروح بالبلدي كده تنكش جواه او تتعرف على ايه هي الاوبجكتس اللي هي الموجوده وشكلها عامل ازاي. شكلها عامل ازاي من تحت؟ هو عباره عن سلندر ماشي. اه بس هو كام ضلع؟ ما هو مدينا اصل الفايل. هتلاقي عندنا اصل الفايل هو ده معنى. تمام. في مشكله عند ريتا بقى اللي هي ايه؟ يا نهار اسود وانا هرسم على الكورن دي ازاي؟ وايه العذاب اللي انا فيه ده؟ طب ما تيجي تلف دي يا ريتا كده، هي دي كام ضلع يا ريتا؟ انا عملتها 8. حلو ما هي 8، هي بالفعل 8. طب الدايره كام درجه؟ 360 ولا 360؟ 360. ما هي هي. بص 360 على 8 فين 45. لا مش 40،
45. لو انت جيت لفيت السلندر ده 45 درجة هيديك نفس البوز ده. طب انت عايز مين؟ انا عايز نصه اللي هو كام؟ نص 22.5. بقى عندك نو سايد عيد لاين. اعمل فيها ايه بقى؟ اولا هو الراجل ده ما ادناش مقاسات ولا حتى هشتغل بالسناب. ده انت هشتغل بايه؟ بعينك وتخيلك. ماشي، ادي اول كوبست اللي هي ثم حاجه هنا كده يا سلمى اهي، ثم حاجه هنا اروح جايب سلندر زي ما خدنا حتى المحاضره اللي فاتت. اروح جاي هنا وكده عامل سلندر كده اهو، ممكن اجي هنا موف. كل ده عشان نتعود نرسم في البورتس الاربعه. ولو انتوا لاحظتوا انا ما اشتغلتش هنا خالص، شفت وراح واخد منها كذا نسخه. مش هتفرق معايا كوبي انسنس ريفرنس، مش هتفرق بقى. طب ثم حوصلتهم شكليا كده بعيني، ثم هاخد ده شفت وراح طالع كده خلاص. يبقى انا كده رحت رسمت اول كوبيست. اه بس استنى، هي دي عشان تتكوبي شغلانه فيها كام بيفوت كتير. فالراجل ده قال لنا ايه؟ عملها جروب. طيب ثم حاجه هنا هيرارك افكت بيفوت قبل سناب، حاجه اخد منها بيفوت بس وحركه تروح انت جاي واخد دي كده واشاور على حدود الشكل، ثم اجي اقفل. ده هي نفس الخطوات. اي هي حاجه هنا روتيت. الله الحقيقه هازارد هطلع زي ما حصل معاك اهو. هتعملي ايه؟ هشاور على افكت بيفوت واشاور على الكتله بس واقفل زي ما حصل معانا بالظبط. طب ثم انا عايز كام ضلع؟ 8 45. يبقى هاجي في الانجل سناب هكتب 45 اهي. طيب ثم حاجه اقوله هنا شافت واروح ساحب كده مره واحده. تفتكروا هكتب هنا رقم كام؟ 7. لا هو انت هتقفلها؟ يبقى 6. يبقى هكتب اكتبه 6 عشان يعمل الشكل مكتوب. طيب وبعد كده خد كل دول تخلي لونهم ابيض بس عشان تبقى انت شايف اهم حاجه الطب بالنسبه لك. طب تمام. حاجه هنا وكده في الكورنر بوينت، ايه المطلوب؟ في حاجه عندنا اسمها نقر ولسان. نقر ولسان ده احنا لسه ما اتكلمناش في حاجه في الكلام ده. هروح احط هنا سلندر هنا وكده في النص. وبعينك برضك اهم حاجه اروح رافع اشوف ارتفاع عينك انت ماشي هيبقى ماشي ازاي. طب ثم حاجه بعد كده نفس القصه، هاجي هنا بيفوت واجي السناب هيراركي افكت بيفوت واروح واخد دي كده واشاور على حدود الشكل. طب وبعدين اقفلها ما انساش. حاجه هنا روتين عمل معانا الحركه القرعه اللي حصلت؟ لا، حضرتك هتيجي هنا بعد كده انجل سناب وهاجي اقول له هنا شاف، وحضرتك تروح انت عامله كده واقول له انا عايز كام؟ 7. يبقى هو راح قفل الشكل وعمل العمدان بتاعه. طب ايه الجديد بقى للراجل ده عمله لنا؟ هو راح ادانا اصل الفايل وقال وشاور لنا كده ونبهنا ان في حاجه اسمها كون. ماشي، تعالى انا اهو كده هروح اعمل كون. ماشي ايوه ماشي، بس الكون ده 8 اضلاع زي ايه؟ زي اللي تحت. ماشي، وما هواش تموز بردك يا سلمى بردك. ماشي، هتيجي يا رنا تروح انت رافعه فوق اهو موف وراح جاي رافعه كده فوق. ماشي، اه بس ده عايز يكبر. اهم حاجه نسب عينك وتخيل. طب ثم بعد ما انا جيت كبرته هتيجي تلفه زي اخوه اللي تحت، يعني رايت كليك والفه برضه 22.5. اه طب ثم اه ايه الجديد بقى اللي احنا هنشرحه؟ اللي هو في امر عندك من موديفاي اسمه لاتس. بيعمل ايه لاتس ده؟ بمجرد ما انت بتختاره بيشيل لك الكتله ويسيب لك السيجمنت. هتشايف؟ كده كده امر لاتس انت ممكن تروح تعدل منه الريديوس. يعني هو لاتس ده فيه حاجتين، الجوينتس اللي هي دي والستراتس بتاعتها اللي هي السيجمنتس، او انت عايز الاثنين. ممكن العب في الريديوس بتاعت السيجمنتس براحتك، عايز اغير السايدز بتاعتها زي ما تحب، عايز اجي انزل تحت بشويه الكونكتور الكونكشنز اللي ما بينهم دي اروح ازود ريديوس لو عايز براحتك. خلاص ايوه ماشي، انا مش عايز ولا واحده من دول. ما انت عايز ايه؟ عايز ازود الاضلاع دي، ارجع لاصل الكون وزود الهاي سيجمنت. ايوه هتشايف حاجه؟ تمام. طيب ايه بقى الاخر حاجه موجوده عندك؟ ان انت تيجي هنا وهاجي اقول له لو سمحت خد لي نسخه ثانيه فوق زي ما هو مديها لنا الراجل ده كده ايه، وهاجي هنا اهو كده بامر سكيل وراح جاي اعمل كده اندو واجي كده والمثلث مقفول هعمل سكيل. وصلت؟ وصلت. طيب بس في مشكله عندي بس. مين فيكم قعد في برجوله قبل كده؟ كراسي يعني؟ اه فين الكراسي؟ هروح جاي هنا فايل امبورت ميرج وراح جاي واخد الكرسي اللي هو كان اسمه يا سلمى ملهاش حس لحد دلوقتي ليه؟ يا سلمى سلمى انا ولا سلمى سمير؟
انتوا الاثنين، انا اقصد انتوا الاثنين، هو ان انت لسه بس حاجه اخدك يا كبير قوي، ما تعملش حاجه لما حضرتك تيجي تعمل هنا جروب. شكرا. وهاجي همسك دي كده اهي واروح اعملها هنا ريسبيك، واجي اظبط البوزيشن بتاعتها اهي، وحاجه جمعه اروح جاي انزلك. ماشي. هو الراجل ده حزين ليه؟ قاعد لوحده ليه؟ اكيد هيبقى قاعد مع حد. حاجه اقول له انا شايف ولا يا جمعه؟ بالظبط. هتروح لوحدك يا جمعه؟ لا. طيب هتيجي هنا تعمل روتيت كده اهي، وحضرتك تيجي الناحيه الثانيه على الكرسي الثاني اللي هو ده، واجي اعمل هنا كده روتيت. طب جمعه انت مش هتشرب حاجه يا جمعه جوه؟ اه ترابيزه. تمام. يبقى انت محتاج هنا اهو ايه اللي ممكن اعمله؟ ممكن اعمل ترابيزه مقلوب كانها سلندر كده. اه بس خد بالك هو رسم من على الارض صح؟ الله. طب انا عايز اوفر الكلام ده في عدد السيجمنت، انت قلت لنا كده حاجه زي اوتو جريد اللي كانت ظاهره مع هزار. حركة تيجي كده عشان ترسم على السطح ده. طب الترابيزه فاضيه؟ تعالى تيبو تاب وتعالى اوتو جريد عشان ترسم على السطح ده. اه بس مش معقول انت تبقى قاعد في الطل كده يا جمعه صح؟ شجر. بس الاول تعمل ارض. اعمل ارض. كتله. بس اي كتله ما تخليتها ما تكونش زيرو، اي رقم غير الزيرو. ثم شجر بقى. هتلاقي في عندك هنا ايه؟ A E C extend. دي مجموعه شجر، بس الشجر ده فيك، احنا مش هنشتغل بيه، بس هو مؤقتا بس للمرحله اللي احنا. حلو؟ ظبطت؟ جدا. طيب يبقى كده ناقص عندك مين يا جمعه؟ الاثنين ليمون. خلاص الشجر موجود، يبقى كده اثنين ليمون وشجر. اثنين ليمون. وصلت؟ في حد يا جماعه فهم حاجه فيها حاجه؟ أه لا تمام، بس انا عندي سؤال واحد. طب ممكن اقول حاجه الاول؟ طيب بص انا الشكل اللي طلع قدامي ده انا مش مهم ان هو يتحل بقدر ما هو مهم ان انت ترتيبه خطوتك هتحليها ازاي، لان احنا مش هناخد فكره واحده، انا هناخد مجموعه افكار كتير، فانا عايز اخلي من جواكي طريقه الحل دايما تبقى موجوده من خلال التخيل بتاعك. انتوا حد معايا؟ طيب وفي حاجه ثانيه قبل ما اخد السؤال اللي هو ايه؟ خلي بالك عشان انت الصوره بتاعتك تطلع رياليستيك 100% طبعا بعد ما ناخد بقى الحاجات بتاعت المودلز وبعد كده في ري لايت وكاميرا وكل القصه بتاعتنا دي، خلي بالك اللي بيشوف زي ما انت بتشوف، وزي ما هتعمل موديل وشكل زي ما هو يعمل موديل وشكل، فانت لازم عشان تقنعه بالصوره بتاعتك لازم تكون انت مقتنع زي ما هو في الواقع موجود. حد معايا يا جماعه ولا فين؟ حضرتك. طب قول يا فندم. تمام. كان في حد بيسال. كان في حد بيقول لي انا اسالك سؤال وانا قاطعته. ده حالا دلوقتي. حضرتك سامعني؟ اه سامعك. انا دلوقتي مثلا وانا عايزه اروتيت بس عايزه ارفرنس ل ل يعني بسايد معين. لا مش هتعرفي الروتيت ريفرنس ولا حاجه معينه. ما فيش موضوع الكاد والريفت ده؟ لا لا. كله بالنظر كده؟ لا لسه مش كله بالنظر، احنا في عندنا اري وفي عندنا كذا حاجه، بس انا بتكلم المرحله اللي حد معانا خدها. اه اوكي طيب تمام. بصوا كده معايا دي واحده. البرجوله بتاعتنا اللي احنا نعملها دي انا هستلمها، يعني طب بعد ما نقفل دلوقتي مع بعضنا هتشتغلوها وتبعتوها لي. ده التاسك. خلي بالكوا هزار قالت لي احنا مش عايزين تاسك فوق الواجب، فاحنا خدنا واحد. هزار انت هنا صح؟ اه معاك. طيب خليتيهم عفتيهم انت من اساينمنت. ها ماشي خلاص. دي تقسيمه وده شكل برسبكتيف ودي الكونتنتس بتاعته ما جوه اللي اوت بتاعته عامله ازاي. عايزك تجتهد شوف يعني ولا يبقى فيها مشكله نحلها مع بعضنا 1000 مره، بس انا عايزك تفكر اعمل البتاعه دي ازاي، وهو كمان مش مدينا مقاساتها. اتفقنا؟ طب هو انا اقطع ازاي؟ عايز اقطع. ما خدناش قطع. ما خدناش قطع، لكن احنا خدنا حاجه كده. ده سؤال حلو. خدنا حاجه اللي هو البلين صح؟ حد يرد؟ صح. الله اللي هو مفهوش سيجمنت. اه ايوه ماله ده؟ هو مش الراجل ده من شويه ادانا حاجه اسمها لاتس؟ هو ده بقى ايه؟ شباك. الله ده نفع. خلي بالك احنا هنبدا المره الجايه بامر لاتس. خدت بالك؟ تمام. هي اهم حاجه تفكر تتعمل ازاي.